انطلاقاً من حرص إمارة الشارقة واهتمامها بفئة كبار السن، نظمت جامعة الشارقة متمثلة بمركز التعليم المستمر والتطوير المهني البرنامج التدريبي صحتي حياتي بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، حيث بلغ عدد المشاركات 24 مشاركة بين التعليم الحضوري والافتراضي. البرنامج يتكون من 4 محاور، المحور الأول اللي محور الصحة العامة، المحور الثاني اللي هو محور التغذية، المحور الثالث اللي هو الصحة النفسية، والمحور الرابع اللي هو الصحة البدنية. فالمعلومات اللي فيها طبعا كلهم جديدة عليهم، كانوا المشاركين اللي هم حوالي 10 من الشارقة و14 من خارج الشارقة. استخدمنا في هذا البرنامج نظام الهايبرد، هو النظام الهجين، انه العشرة اللي موجودين في الشارقة هم جالسين في المركز، وال14 الباقيين هم يشوفون المحاضرة من خلال برنامج البلاك بورد اللي مال جامعة الشارقة. اشركنا كبار السن في هذه الدورات التدريبية التي من خلالها سيتم اطلاق دبلوم كبار السن من جامعة الشارقة مركز التعليم المستمر، ويحتوي على عدة دورات تدريبية تشمل على مواد متنوعة. الصحة الغذائية، النفسية والبدنية لكبار السن هو محور البرنامج، حيث يأتي لتعريفهم بكافة المواضيع الخاصة بصحتهم العامة وتعزيز الوعي المجتمعي لديهم والتعريف بمخاطر إهمالها بكافة جوانبها وأهمية تجنبها. الحقيقة دورات أو برامج كهذه الدورات إلها تأثير إيجابي عالي جداً، ولا سيما لما نعرف أن منظمة الصحة العالمية غيرت تصنيف الأعمار. فخلينا نحكي من 25 إلى 65 سنة، هذا يسمى سن الشباب أو عمر الشباب. فبالتالي هذه الفئة العمرية اللي عم تتعرض لهذا البرنامج الدبلوم سيكونوا قادرين على تغيير نمط حياتهم. وإضافة إلى ذلك بأنه حتى لو كانت عاداتنا السابقة عادات سلبية، إحنا إذا بلشنا نغير عاداتنا ونغير سلوكنا خلال 3 سنوات نكتسب عادات وكأنه مرسناها طول عمرنا عادات جديدة. صراحة نحن استفدنا منها استفادة كثيرة جدا، في كانت في أشياء نحن عايشين حياة يعني عايشين فيها وأشياء نمارسها بالخطأ، فتعلمنا الحين كيف هاي الأخطاء وكيف نتداركها. وبصراحة وجودنا بهذا المكان بحد ذاته هو يعني حافز لنا نحن. على مدى 30 يوماً تكتسب المشاركات في برنامج صحتي حياتي العديد من المهارات والمفاهيم المعنية بالتغذية والصحة البدنية والنفسية وتعزيزها بالخبرات والممارسات الواقعية، ليتم صقلهم بها بأسلوب تدريجي يمكنهم من التعايش وتحقيق الاستقرار النفسي والأسري.